بركاته، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه النهارده؟ الفيديو هيكون عن هنعمل بماي تاون، حاجه جميله كده، وهو الترند اللي طالع جديد، الصاروخ الصيني. اكيد عارفينه، اكيد عارفينه. الصين هي طلعت صاروخ بكل بساطه، والصينية بصراحه هي ام الكوارث كلها. الصين جابت لنا كورونا، بعد كده بتجيب لنا صواريخ. فانا هقول لكم المعلومات اللي انا عارفاها، وبرضه المعلومات اللي انا مش عارفاها مش مهم، مش مهم. بقول لكم ما تدوروش على الموضوع يعني كتير، هو يا ريت تتفرجوا على الفيديو ده وتمشوا عشان تتكئبوا اكتر، عشان انا بحب اكئبكم. ماشي، فيلا بينا نبدا الفيديو. انا مش فاكره هو كام متر ولا كام طن. اتفرجوا على اي فيديو يقول لكم هو كام متر وكام طن. هو اول حاجه كده هنحكي لكم القصه. اول حاجه كده، الصين طلعت صاروخ فيو، بعد كده الصاروخ كان هما زي عايزين كده يعملوا محطه كده في الفضاء، فهو الصاروخ وحمل المحطة دي، بعد كده وهو راجع فقد السيطرة. تعرفين ان الصاروخ دايما لما كده بيكون في كده اجزاء بتاعته كده بتتساب كده في الهواء كده، تقع في المحيطات يعني، فهو وقعت في المحيطات موقعتش في حتة تانية. فهو فقد السيطرة ولحد الان طاير في الجو. ماشي، فبعد كده الصاروخ فقد السيطرة، فالصين طبعا فقدت السيطرة عليه يعني. فالصين حاولت تقعد تبحث 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 علشان يعني تعرف انهي يعني اللي هتقع في الصاروخ. وفي كده صور هما كانوا جايبينها، شفتها في الاخبار مع بابا وحاجات كده كتير يعني، وعلى اليوتيوب وفي كل المنصات يعني، مش فاكر كان اسمه مين اللي منزلينها. بس هو كان عاملين صورة، لو لقيتها هحطها لكم هنا فوق، ولو ما لقيتهاش مش هحطها لكم. اوكي، ومن بقى الصورة دي للأسف مصر فيها، السعودية فيها، ودول أمريكية كمان فيها، وتركيا فيها، واليمن فيها. وفي كمان يا جماعه حبيت اقول لكم كده من باب العلم، ان في 6 دول يعني امنوا نفسهم من الصاروخ. انا مش فاكره ايه اساميهم يعني، بس هو منهم اليمن والكويت وبعده 4 دول تانيين، ده انا افتكرتهم. فبقى ايه، هما الدول دي ملناش دعوه بيهم، دي كانت معلومه اضافيه مش لازم تعرفوها. فبقى ايه، الصين كانت عاملة كده صورة، قلت لكم احطها لكم هنا. كنا بقى بنقول كمان، افتكرت معلش يا جماعة، اصلي ايه انا ساية، خلينا في الموضوع. فبعد كده حبيت اقول لكم برضو كده من باب العلم، وهي مهمة كمان، ان هو في الكون، لا مش في الكون، على الكرة الارضية بيلف في المرة الواحدة بياخد 90 دقيقة. ايوه 90 دقيقة، بياخد 90 دقيقة مش 90 ثانية، كنت اقول 90 ثانية. بياخد 90 دقيقة علشان يلف على الارض يعني مرة يعني. وكان في كده انا واختي واقفين في البلكونة قبل ما نعرف اصل الصاروخ ده، فلقينا كده زي طيارة، فاحنا لما عرفنا الخبر قلنا يعني ده الصاروخ اللي احنا كنا شايفينه، وقعدنا كده واختي خايفت يعني، بس ملناش دعوه. ماشي، ف هو كده بقى وخلاص. فهو عامل ضجة كبيرة قوي قوي قوي، يا ريت تقعدوا في بيوتكم وكده علشان تتأمنوا منه. هو كده لو قعدتوا في بيوتكم اصلا هيطلع لكم برضه من تحت الارض يعني. ف يا جماعة، افريقيا اصلا قارة افريقيا بيمشي عليها اكتر يعني، فأيا كنت في افريقيا فانت تحت التهديد. وكمان برضو من باب العلم، ان الصين السنة اللي فاتت
ايوه السنه اللي فاتت في 19 كده مايو 2020 طلعت صاروخ، فالصاروخ ده برضو فقد السيطره، بقى لها عايزه تطلع كمان السنه الجايه كمان صاروخ. فا يعني كمان افتكرت حاجة، فهو وقع أصلا في أفريقيا يعني، فوقعت جزء منه في أفريقيا معلش هي كمان الكاميرا فصلت. وكان في صورة بتقول برضه إن هي وقعت كده الجزء ده يعني صوروه كده، وقع في أفريقيا يعني بس محددوش في أنهي دولة. وكمان الصين قررت إن هي هتطلع 10 صواريخ كمان يعني، ف الصين عايزة تدمرنا وخلاص يعني بدون أي مشاكل. فبس هو ده كان الفيديو، ولو عجبكم ما تنسوش تعمل لايك وشير واشتراك في القناة، وأهم حاجة يا جماعة تكونوا في مصر يا جماعة عشان يقع عليكم الصاروخ زي ما هيقع عليا إن شاء الله. أهلا يا جماعة، الصين عايز موتنا بكل الطرق الممكنة، جابت لنا كورونا، عايزة تجيب لنا عايز تجيب لنا صواريخ، بتقعد تطيرها اصلا. تلاقوا الصين يا جماعه بتعمل الصواريخ دي وبتبوظ حاجه فيها بحيث هي تعمل نفسها اوه الا الله احنا ما كناش نعرف والله، احنا لسه كمان هنطلع 10 صواريخ وما نعرفش ايه وحاجات كده كتيره. ف ابقوا في بيوتكم وبس، مع السلامه، باي.